يعني أعتقد وجود كتل سياسية ونواب جدد في البرلمان العراقي راح يعتمد بشكل كبير على نسبة المشاركة. الكتل الصغيرة من ضمنهم المستقلين تشرينيون دولة يعني ما عندهم دعم سياسي، ما عندهم مال سياسي ولا آليات الدولة اللي يستخدموها، فراح ترجع الكتل نفسها. كل دورة يعني يأتون البرلمانيين القدماء والأحزاب القديمة بأموالهم وثقلهم ويأثرون على المواطنين، لذلك الحقيقة انحث إخواننا المواطنين أنه يهبون إلى صناديق الاقتراع. من خلال وسائل الإعلام وخلال ما رأينا نتوقع ظهور كتل جديد إن شاء الله.